المصادر من دون أن يذكر في داخل البحث أنه أخذ الفكرة الفلانية والمقولة الفلانية أو المقطع الفلاني من العالم الفلاني أو لا؟ الجواب كلا، بشكل قاطع لا يوجد فيه خلاف. واحد من جماعة الحيدري كاتب: والله الشيخ يريد السيد الحيدري يسوي كذا، والسيد كيف يسوي ولا ما يسوي؟ كيف؟ لأن حرام، مو كيف لأنه عالم. إذا كيف يسمونه حرام، يسمونه لص، يسمونه سارق. أما كيف وعالم لا. أما السيد الحيدري إذا كان هو يريد أن يذكر ما يريد ويترك ما يريد، ماذا نسميه؟ لص، سارق. من أغفل الاعتراف بجهود غيره ونسبها إلى نفسه فهو سارق. وسارق العلم لا يحد، لو كان سارق العلم يحد لرأيت الناس من دوني، وأولهم الحيدر سيقام عليه الحد. ما شئت فحدث. إذن الأمر الثالث، إذا كان الإنسان يريد أن يذكر مصادر بحثه فيذكرها في داخل البحث، أما أن يقول والله ذكرتها في آخر البحث هذا أمر غير مقبول البتة، قطعا غير مقبول. لا يوجد شيء اسمه ذكر المصادر في الآخر على أن تكون بديلة عن الأمانة. بس لماذا نقول بدينا على الأمانة العلمية؟ لأنه الإنسان حتى يعرف أنه أنت أمين في الاعتراف. الآن مثلا أنا الآن لو قلت لك: والله يا أخي أنا مدين لك بمال، طيب، وأريد منك أن تغفر لي، أن تبرئ ذمتي من دون أن أحدد لك كم هو المال. لو كان الإنسان الذي يطلب منه براءة الذمة إنسانا بسيطا، ربما قد يقول له: أبرأت ذمتك أيا كان المال. يعني ما يتوقع أنه مثلا ماخذ، لو كان المبلغ مليار دينار أو مليون دينار، هذا الإنسان البسيط لن يغفر. فأنت عندما تقول: والله أنا أعترف بأنه، طيب السيد الحيدري يعترف بأنه أخذ من بعض الكتب وأشار إلى تلك الكتب، طيب